نتكلم عن الغيرة الحميدة ما بين السيدة عائشة والسيدة فاطمة. السيدة فاطمة هي رضي الله عنها هي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقول إنها جزء منه صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما يؤذيها. ودي كلمة كبيرة، يؤذيها بالقول، يؤذيها بالفعل، أيا كان صنف الإيذاء في وقته صلى الله عليه وسلم وبعد مماتها، كما في أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيه صلى الله عليه وسلم ما يؤذيهن، يؤذيهن في بالقول أو بالفعل في أثناء حياتهن أو بعد مماتهن، وإلى أن تقوم الساعة، التقول عليهم إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء في منطقة أخرى، وكل الناس في لا يجوز الإيذاء بحال من الأحوال، لكن دي قصة الخصوص، لكن دي طبعا منصب دي زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. كيف لإنسان أن يؤذي أمه، وكيف لإنسان أن يؤذي أم المؤمنين جميعا؟ هذا أمر خطير للغاية. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء، كانت يعني لما جلست إلى جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس سر إليها شيء، كلمة سر يعني في أذنها هكذا. فبعد أن انتهى من كلامه بكت، ولما وجد أنها يعني جزعت من هذا الحديث وحزنت من هذا الحديث وبكت منه، سر إليها مرة ثانية في أذنها فضحكت. فأم المؤمنين عائشة تراقب الموقف اللطيف هذا، وتريد أن تعرف ما الذي حدث، ما الذي أبكاها، ما الذي أضحكها. فقالت لها، قالت هذا كان سرا، يعني سر إلي، وما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أم المؤمنين عائشة ما طلبت مرة ثانية، يعني لم تكرر الكلام ولم تلح عليها، إنما بمجرد أن قالت لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت، احتراما وتقديرا لهذه المشاعر وللخصوصيات التي عند السيدة فاطمة، لعلها خصوصية لها ولا تريد أن يطلع عليه أحد، خلاص نحترم هذا الأمر ودون إلحاح، كما نراه نحن في وقتنا الحاضر، يعني أنني ألح في معرفة ما الذي جرى وكم يتكلم في يعني إيه، انتهت المسألة ما دام أنه لا يريد أن يقول، فبنحترم وجهة نظره. فهي قدرت هذا الموقف أم المؤمنين عائشة، وظلت السيدة فاطمة على حفظ السر إلى أن توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها بفترة قليلة طلبت منها السيدة عائشة رضي الله عنها، كأنها يعني اشتمت من الموقف الذي مضى، ما كان لي أن أفشي سر رسول الله، وهي فقيهة وعالمة وتستطيع أن تقرأ النصوص وتفسر المواقف وتقدر. فقالت فكان لما قالت السيدة فاطمة ما كان لي أن أفشي، كانها فهمتها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله في حياته. مظبوط. وأما الآن فبعد أن توفي وانتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إذن المعنى زال. مظبوط. المانع زال. المانع زال. وبناء على ذلك، فما أضحكك وما أبكاك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها الآن، وكان كأن أم المؤمنين عائشة كانت على حق في هذا التفسير وفي استشراف سؤالها اليوم والحدث، نعم، أنها فهمت في حاجة، نعم، ده عالمة وفقيهة كبيرة في حدث شديد يعني، واضح، وبعدين في بصيرة. بالضبط. فضلا عن ذلك تستطيع أن تقرأ مواقف حتى من الوجوه. مظبوط. فقالت السيدة فاطمة رضي الله عنها إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمني في المرة الأولى وسر إلي، قال لي بأن سيدنا جبريل عليه السلام، أنا أقول سيدنا بس يعني، لكن هي قالت والدي وجبريل عليه السلام،
كان يعني سيدنا رسول الله قال لها إن جبريل كان يأتيني فيعارضني القرآن في شهر رمضان مرة، فعرضني القرآن مرتين في هذا العام، وهذا فيه إشارة إلى دنو الأجل. فبكت رضي الله عنها لأن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. ثم فلما وجدني قد بكيت على هذا النحو الذي رأيت، فإنه سر لي أمرا آخر وقال لي: ألا تحبين أن تكوني سيدة أهل الجنة وأن تكوني أول الناس لحوقا بي؟ ففرحت وسرت رضي الله عنها أن تكون سيدة نساء أهل الجنة وأن تكون أول الناس لحوقا بسيدنا رسول الله. ولذلك توفيت بعد 6 أشهر من وفاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحكت. فإذا كأن هذا البيت الذي أنت استفضلت فيه هذا الفهم، وفيه مراعاة المشاعر، وفيه الحرص على الخصوصيات، فيه سيدات راقيات، وفيه سيدات راقيات نابلات يفهمن الأصول ويراعين المواقف، يعني وبينهن يعني رو العظيم صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون هناك كل شيء بالأدب، وهو لمن أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. نعم.